الثالث من أركان الإيمان. هاي ركن تبي أمبي ركن إيمان. الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء. كيّن ترو إيمان جو ترو رال رال كتاب ده الله سبحانه وتعالى بان بنجاه ملب لوكيني. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. يين ترو جو أبد بقتها كتاب رك كمبي تنو كجي بيس مداي ربا الله تعالى بطل. وأنها منزلة غير مخلوقة. وينو كي الله تعالى بان بنجاه ملب بمن جي مخلوق لاي. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. هاي الله سبحانه وتعالى بنجاه رال رال بندا نبي كي مين كمبي ربا بوكي. نؤمن بجميع الكتب. هاي يين ترو جو نو كمبي كمبي تن أهنو. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها. هاي الله تعالى بان يين جو نو أوي دا تعالى بان براب أم بي شمو شمو كمبي ربا الله دال بنجاه نلو بوكي نو. وما فيها من أحكام وأخبار. هاي نن هو كم ريكو شباب شباب دا الله تعالى بان كم نات ريكو بان ساسي ريكو بان يجي نقنن كمبي تنو. لكن لا نعمل إلا بما جاء في القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كبنتا يين من أعنوات نو أوي دال مين نقنن كمبي تنو كراو أم بي حكم ريكو أحكام دا الله تعالى بان يجي نقنن قرآن نن سنة ربا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نعمل بما فيها لأننا نعمل بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يين جو نو لو كتاب ريكو كمبي تنو كبنتا يين من أعنوات طول ريكو يين من أعنوات تي كراو أم بي كتاب دا الله تعالى بان جوه ملو نبي محمد صلى الله عليه وسلم.